السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم راح نحل معكم فرض سنة رابعة متوسط، يعني فاتع ثلاثي الأول تاع الفصل الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة. نبدأ بالتمرين الأول. يطرأ على النشاء أثناء مروره بالأنبوب الهضمي الظاهرة ممثلة بالوثيقة الموالية. هنا مد لهذه الوثيقة اللي فيها مجموعة من الأشكال، وقال لي باللي هذا يعني نعبروا عليه بتفكك النشاء، يعني نشاء في المرأة في المرور تاعه بالأنبوب الهضمي راني عبرت عليه بهذه الأشكال. كل شكل راه نقدر نقوله بلي يمثل مرحلة. السؤال الأول، رتب أشكال الوثيقة هذه حسب تسلسلها الزمني ثم سمي الظاهرة المعنية. هنا طلب مني أني نرتب أشكال الوثيقة. وش معناتها نرتب؟ يعني شكون المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، وهكذا حسب تسلسلها الزمني، يعني النشا كيف يكون ومن بعد وش يصراله مع مرور الوقت. أول شكل نبدأ به هو الدال، هذا واحد، لأنه له النشاء عبارة عن جزيئة ضخمة، يعني هذه هي أكبر جزيئة، يعني النشاء يكون هكذا في الأول، ومن بعد يجي بعده الشكل الجيم، لأنه هذا أبسط شوي من هذا، يعني النشاء راح يتفكك ويولي هكذا. ثم نروح للشكل هنا ألف، يعني النشاء يولي سكر مالتوز، 2 2 2 2 2 2. ثم آخر واحد ندير هذا 3. آخر شكل هو الشكل ب 4، كل جزيئة تاع غلوكوز وحدها. قلنا الشكل دال، ومن بعد الشكل جيم، ومن بعد الشكل ألف اللي هو المالتوز، ثم الشكل ب اللي هو كل جزيئة تاع غلوكوز وحدها. هنا في نفس السؤال وقال لي ثم سمي الظاهرة المعنية. واش هي هذه الظاهرة اللي تخلي لي النشاء يصبح من جزيئة ضخمة إلى جزيئات بسيطة؟ هي الظاهرة المعنية الهضم البيولوجي للنشاء، عملية هضم النشاء، هذه الظاهرة يعني هضم النشاء. نروح السؤال الثاني، تعرف على ما يمثله الشكلين ألف وباء وفي أي محطات الهضم يتم الحصول عليهما. يعني نعرف شكل ألف وش هو وشكل باء وش هو، ومن بعد نقول باللي شكل ألف نلقاه في المحطة الفلانية والباء نلقاه في المحطة الفلانية. الشكل وش قلنا؟ شكل ألف جزيئات مالتوز، هم 2 2، قلنا 2 2 هذا واثنين مالتوز وكتكون واحدة غلوكوز، هو سكر الشعير بين قوسين مالتوز. المالتوز هذا وقتاش نلقاوه؟ المحطة اللي نلقاوه فيها هو الفم. عادنا الشكل ب هو أبسط شكل للنشاء، يعني ما كانش خلاص الغلوكوز وآخر آخر شكل، هو سكر العنب بين قوسين غلوكوز. آخر محطة نلقاو فيها هو المعي الدقيق. خلاص بعد المعي الدقيق خلاص ينتهي بالأميلاز بنكرياسي، ينتهي تفكك النشاء، يا أخي يبدأ في الفم بعد يبقاو شوية تاع النشاء ما يتفكوش، يكمل التفكك تاعهم في المعي الدقيق. من بعد أذكر الإنزيمات المسؤولة عن الظاهرة الممثلة بالوثيقة. ندير 3. تفكك للنشاء من هو جزيئة ضخمة حتى الغلوكوز. عندنا الأميلاز، إنزيم واحد، إنزيم، كونوا دقيقين في الإجابة. الأميلاز بنوعيه اللعابي والبنكرياسي. عندنا 2 إنزيم المالتاز. إنزيم المالتاز هو اللي يفكك لي هنا، يعني يكسر هذه الرابطة اللي بين جزيئتي المالتوز ويعطيني جزيئة غلوكوز. هذا هما الإنزيمات في زوج. الوضعية الثانية، تستفيد عضوية الإنسان من الأغذية بعد تحولها في الأنبوب الهضمي إلى مغذيات.
الأغذية تتحول إلى مغذيات ويستفيد منها عضوية الإنسان. لاحظ الجدول، عدنا هنا جدول اللي فيه ثلاث خانات، فيه الأغذية، ناتج الهضم المعوي، وطريق نقلها بعد الامتصاص. أغذية عندنا البروتين، الدسم، والماء. نجاوب هنا، مانيش هنعاود نرسم الجدول. عندنا البروتين، واش هي المغذيات اللي نتحصل عليها عن طريق البروتين؟ هي الأحماض الأمينية. الدسم، عندنا أحماض دسمة زائد جليسيرول. الماء، هو الماء يا اخي، الماء ما يتفكك ما والو، جزيئة بسيطة تستهلك يعني كما راه. نروح لطريق النقل، طرق النقل عندنا دموي لمفاوي، دموي او لمفاوي. الاحماض الامينية راح تسلك الطريق الدموي، الدسم راح تسلك الطريق اللمفاوي، عندنا الماء راح يسلك الطريق اللمفاوي والطريق الدموي، يعني اثنين. املأ الخانات بما يناسبها، انا مليناه. عندنا الماء هو اللي يسلك الطريقين الدموي واللمفاوي. اثنين، يتم امتصاص المغذيات على مستوى المعي الدقيق بواسطة الزغابات المعوية. أنجز رسما تخطيطيا لزغابة معوية، عليه البيانات والعنوان. هنا هو يظهر أمامكم الرسم التخطيطي، العنوان كما راكم تشوفوا، رسم تخطيطي لزغابة المعوية. عندنا الجدار، هذا اللي جاي فوق هو جدار الزغابة المعوية. عندنا هذا وعاء لمفاوي، عندنا هذا شريان دموي، وعندنا الوريد الدموي. هذا هو رسم الزغابة المعوية مع البيانات. نروح للوضعية الإدماجية. عندنا أصر محمد طفل ذو 6 سنوات على الصيام في يوم وقفة عرفات، إلى أن حالته ساءت مساء وتدهورت وكاد أن يغمى عليه لولا تدخل الأم التي ساقته بكوب عصير العنب المنعش، فاسترجع نشاطه بسرعة. عندنا السند الأول اللي فيه الغذاء، عصير العنب والخبز، المكونات اللي كان في هذا الغذاء، كان الماء، الأملاح المعدنية، بروتينات، سكر بسيط، والنشاء. والسند الثاني هو الغذاء ومدة بقائه في الأنبوب الهضمي، يعني السكرات البسيطة، بروتينات، والنشاء. اعتمادا على السندات السابقة وباستعمال مكتسباتك. سؤال الأول، وضح سبب استرجاع محمد لنشاطه بسرعة. السبب راه يبان لي يعني سهل انكم تجبدوه. هنا محمد الأم تاعو ساقته بكوب عصير عنب. لو كان لاحظ عصير العنب نلقاه باللي فيه ماء، فيه أملاح معدنية، فيه سكريات بسيطة ثنائية وأحادية، النشا ما كانش صفر، والبروتين بروتينات 1 غرام. يعني العصير العنب راح يستهلك ثمثم، لانه علاه لو كان لاحظوا هنا السكريات البسيطه بقاؤها في الانبوب الهضمي بضع دقائق، يعني في بضع دقائق راح يتم الاستهلاك. الماء ايضا والاملاح ما يعني ما يصرى لها حتى شيء. عندنا البروتينات اللي تدي سوايع لكن فيها يعني غرام واحد، هنا 17 غرام من السكريات البسيطة راح يتم استهلاكها في بضع دقائق. هذا هو السبب اللي خلى محمد يسترجع نشاطه ثمثم، لانه هذا الكاس تاع العصير تاع العنب اللي يستهلكه راح فيه مغذيات بسيطة سهلة ثمثم يستهلكها الجسم، ما فيش النشا، ما فيش بروتينات اللي يد وقت طويل في التفكك. سبب استرجاع محمد لنشاطه بسرعة، هذا السبب هو لأن باللون الأسود أمه ساقته كوب عصير عنب الذي يحتوي على مغذيات بسيطة، يعني فيه مغذيات بسيطة
منها السكريات التي مدة بقائها في الأنبوب الهضمي بضعة دقائق. هذا الشيء لأنه استهلك مغذيات بسيطة في هذا الكاس تاع العصير، منها السكريات اللي بقائها بضعة دقائق. هل كان بإمكان محمد استرجاع نشاطه بسرعة إذا أطعمته أمه خبزا عليل ذلك؟ نجو هنا نلاحظوا الخبز وش فيه. فيه الماء، فيه أملاح معدنية مش بزاف، فيه 9 غرام بروتينات وفيه 52 غرام نشا. نلاحظوا مدة بقائهم، بروتينات من ساعتين 3 ساعات والنشا من ساعتين 5 سوايع. أنا الإجابة هي أنه لو أم محمد عطات له يأكل الخبز لكان يعني طول ولا تأخر باسترجع النشاط تاعه، لأنه الخبز فيه النشا، والنشا هو يعني سكريات معقدة، المدة تاعها باه يبدأ يستهلكها الجسم راح تدي مدة طويلة، يعني من 2 إلى 5 ساعات، مدة طويلة بزاف. ايضا وش فيه؟ في البروتينات 9 غرام ثاني تدي مده، الاملاح ما كانش، سكريات بسيطه صفر، يعني ما كانش حتى حاجه حيبدا يستهلكها الجسم ثمثم. هذا الشيء راح نكسبه لو اطعمت خبزا لما استرجع نشاطه بسرعة، لأن الخبز يحتوي على النشاء والبروتينات التي مدة بقائها في الأنبوب الهضمي طويلة جدا. هذه الإجابة يعني تاعي يعني مقترحة فقط، تقدروا تجاوبوا من عندكم، تقدروا تبدلوا، تقدروا، المهم كما نقولوا الإجابة تبقى في السياق هذا، وتصبروا يكون السندات. هذا وش غنقول لكم، وإلى فيديو قادم.